انت عجيب. انا نجيب. عجيب يا نجيب. وانا لو كنت طلقتها في سيفي يعني قبل ما تموت، يبقى طلقتها كده خلاص. اعتقد انه لا يقع الطلاق يا راجل. يبقى انا اللي وقعت. يعني انت بتبذل مجهود يستاهل الزياده دي؟ ولا الهوى، ده انا شغال شغلانه اي حد في اعداديه يعملها. اهلا. هاي. حلوه. ميرسي. بس الالوان اللي انت لابساها مش متناسقه خالص. اسمك بقى عشان ما تتعورش. لسابي طبعا. خد تف. نعم؟ تف. ليه؟ يا ابني تف. ايه اللي تف؟ مش فاهم. تف ولا هرفدك. طريف ما بيجيش هنا عشان ال 200 جنيه اللي هياخدهم دلوقتي. لا. ولا مني. مش ناسيك يا راجل يا طيب يا ابو الواجب. انت اتجننت؟ حط فلوسك في جيبك. اسف 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 والله اسف. امال هم عملوا الجناين والسلالم ليه؟ لما اتجوز هبطل. والله؟ ده على اعتبار انها اهم مني؟ يعني هتتكلم معاها وانا لا؟ اهم حاجه النظافه. يبقى المطبخ الحمامات. لا 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 لا، الشغل اهم من كده بكتير. وريني ظوافرك. برافو. اسف ظوافرك. وريني شعرك كده. برافو برضه، شعرك طويل اهو. هو في ايه حضرتك؟ ما هو الشهر ده عنوان الصحه، هنحلل ونشوف. بس دول مش كفايه. ايوه كده حلو قوي 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 قوي.